النهاردة يعني ساعات والكل ينتظر ويترقب مشاهدة الأهلي في الدوري بعد غياب طويل مع زعيم الصغر في ثوب جديد مع الكابتن عماد النحاس. كلمنا عن مباراة الأهلي والاتحاد التي ستقام اليوم في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. مباراة بالنسبة للنادي الأهلي مباراة مهمة لأنه بيدخل بيها منافسات تاني جديدة لبطولة الدوري العام، مش عايز يبقى تركيزه في البطولة الأفريقية ونجاحه في دور الثمانية يبقى عامل مؤثر على قدرته على المنافسة في الدوري المصري، خصوصا إن جماهير النادي الأهلي أكيد هدفها برضه الفوز بالدوري المصري. يمكن موسيماني في يمكن موسيماني في المران كان واضح جدا جدا، التعليمات الفنيه التدريبات البدنيه كانت خفيفه جدا، التقسيمه كانت وقت قليل جدا، واضح انه مش عايز يرهق اللعيبه، نتكلم معاهم على اهميه الفوز في المباريات القادمه، اتكلم مع اللعيبه ان هيبقى في روتيشن في بعض المراكز بحساب علشان الجاهزيه الفنيه في الفتره القادمه، هو قال بيأسس كل اللعيبه اللي موجوده في القايمه، وفي نفس الوقت يعني في لعيبه ممكن ما تكونش موجوده في المباريات بشكل اساسي او ربما تكون بديله، ولكن في الاخر هو هدفه الفوز بكل المباريات، لازم اللعيبه تساعده في هذا الموضوع. يعني بعد التمرين بعد التمرين على طول اعلن قائمه الفريق، يمكن 22 لاعب هم اللي هيتواجدوا في او دخلوا معسكر مغلق زي ما حضرتك قلت. مباراه الاهلي مع الاتحاد 9:30 مساء الاربعاء على ملعب الاهلي والسلام في الجوله ال 12 من الدوري العام، تواجد فيها محمد عبد المنعم اللي بيعود طبعا بعد غياب يعني بعد الاصابه اللي جات له مع المنتخب بكثره الانف، استمر في التواجد في القايمه محمود متولي محمد محمود، ودي حاجه كويسه. يعني خلينا نقول قايمه النادي الاهلي للمباراه: 22 لاعب في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع موجود ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمود متولي، أيمن أشرف، علول، كريم واد، محمود وحيد. في الوسط بيتواجد أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد محمود، محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، لويس مكسيوني. وفي الهجوم بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن. طبعا في المستبعدين، وخلينا لو بصينا للقايمة نلاقي حوالي 10 لعيبة مستبعدين من حسابات موسيماني، ما بين طبعا الامور الفنيه وما بين الاصابات، يعني بيغيب للاصابه على سبيل الذكر يعني رامي ربيعه، بدر بنون، محمد هاني، اكرم توفيق، عمار حمدي، صلاح محسن، وان كان يعني يمكن صلاح محسن ربما يتواجد في المباريات في الفتره القادمه ويبدا يدخل التدريبات، بيغيب لاسباب فنيه وليد سليمان، الثنائي الشاب حمزه علاء واحمد سيد غريب، برضه احمد نبيل كوكا بيستمر غيابه رغم عودته للتدريبات لعدم الجاهزيه الفنيه. فيعني دي قائمه النادي الاهلي اللي بيدخل المباراه برصيد 28 نقطه من 10 مباريات، متفوق عن بيراميدز بنقطتين، اللي خاض مباراه اضافيه، لكن الاتحاد السكندري في المركز ال 11 برصيد يعني 14 نقطه من 12 لقاء. مباراه مش هتبقى سهله، خصوصا ان يعني عماد النحاس هو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، يعني من الناس المميزه جدا، عندهم لعيبه كويسه، رغم ان مثلا برضه في يعني انا كنت ببص على القايمه بتاعتهم واحنا يعني بنستعد مع حضرتك في استبعاد لو تسمح لي اقول القايمه برضه عشان يعني يعني قايمه فريق الاتحاد السكندري فيها 22 لاعب، حراسه المرمى محمد عبد المنصف واحمد يحيى وصبحي سليمان، خط الدفاع موجود موري سليفو وخالد الغندور وكريم يحيى والسيد سالم وسعيد وسنبوري ومحمود شبانه وصبري رحيل وعبد الله نصيب، خط الوسط كريم الديب، عبد الغني محمد، احمد عادل ميسي، فوزي الحناوي، عبد السلام كيمو، مروان عطيه وبلال السيد وابراهيم حسن، في الهجوم كريم ممدوح، احمد راشد، بنجامين بواتينج. دي المواجهه الاولى لعماد النحاس، يعني هو يقود فريق الاتحاد السكندري طبعا خلفا لحسام حسن اللي رحل مع جهاز المعاون، وبالتالي يعني اكيد اكيد بتبقى المواجهه الاولى
بتدي دايما يعني ثقه، او بتدي دايما اهتمام للفريق يعني الحجم الاتحاد طبعا، واكيد واكيد عماد الاتحاد واخدها بكل تركيز يعني. الحكام برضه علشان الناس تبقى متابعانا برضه يعني، زي ما اتحاد الكوره اعلن منذ دقائق حكم الساحه احمد المنصور هيعاون سامي هلهل مساعد اول، محمد عزازي مساعد ثاني، برضه وائل فرحات حكم تقنيه الفيديو، معاه هاني خيري وعمرو الشناوي هيبقى حكم رابع. ده طاقم تحكيم مباراه النادي الاهلي ومباراه الاتحاد السكندري. ويعني طبعا الناس عرفت ان امين عمر هو اللي هيقود طاقم حكام مباراه الزمالك وبيراميدز يعني. تمام. توقعاتك احمد للماتش بعد ما تخلص قول لنا توقعاتك. مباراه مش سهله يعني، لان الفريقين جاهزين، الاتحاد برضو عنده جاهزيه شويه انه مريح بقاله فتره، عماد النحاس بيشتغل معاهم تدريبات فنيه مميزه الفتره الاخيره، عندهم روح معنويه كويسه، مش عايز اقول مع تغيير الجهاز الفني، ولكن يعني طبعا الكابتن حسام حسن مع اخوه ابراهيم كانوا عاملين مباريات كويسه، يمكن التوفيق بعد عنهم الفتره الاخيره، فالتغيير برضو عمل عمليه ريفريش كده شويه مع بعض اللعيبه. عماد النحاس من الناس الهاديه من النواحي الفنيه، بيذاكر كويس وبيدرس المنافس بشكل كويس. المباراه مش هتبقى سهله يعني، اتوقع ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0، ولكن اعتقد المباراه تبقى فنيا سجال، خصوصا ان الاتحاد كمان الامور البدنيه هتبقى في مصلحته شويه، لان لعيبته يعني مش عايز اقول هي الاجهز بدنيا، ولكن يعني فايقه بلغه الكوره بحكم ان هي مريحه بقى لها فتره يعني. يعني انا متوقع فوز الاهلي، ومتوقع تعادل الزمالك مع بيراميدز. المباراة تبقى برضه مش سهلة أبدا يعني، خصوصا الزمالك أكيد برضه بيتكلم عن تنافس هجوم الدوري العام، استبعاد ديزو عامل حالة من الجدل في الجماهير على السوشيال ميديا، فأعتقد مباراة الزمالك وبيراميدز برضه هتبقى مهمة، وأكيد المنافسين كلهم هيتفرجوا عليها يعني، حتى الجمهور الأهلي هيبقى متابع عايز يعرف المنافسين ليه سواء الزمالك أو بيراميدز هيبقوا عاملين إيه في المنافسة معاه في هذا الدوري. أشكرك شكرا جزيلا يا أبو حميد. اخيرا بس اختم معاك ان الكاف اختار احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي افضل لاعب في الجوله الاخيره من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والحساب الخاص بالاتحاد الافريقي لكره القدم يمكن كتب ده وقال يعني افضل لاعب في الجوله، ورد عليه عبد القادر وقال يعني ان شاء الله القادم افضل كمان، ويمكن احمد عبد القادر عمل مجهود محترم ومميز، واكيد الفتره القادمه الامور هتبقى احسن واحسن كمان يعني. عايز اختم بس معاك برضو معلش سريعا بتصريحات مهمه للاستاذ خالد مرتجي، يعني اللي تحدث في تصريحات اذاعيه خلال الساعات الماضيه، يعني هو اتكلم في نقطتين مهمين جدا، اتكلم على ريني فايلر وان شخصيته كانت مميزه وكان بيقود النادي الاهلي بشكل كويس، لكن الكورونا غيرته، وان كانت رحله يعني رغم انها كانت صعبه من 4 5 ايام هو وعميد توفيق، ولكن هم اختاروه ومن الناس اللي كانت مميزه جدا، والكورونا يمكن اثرت كتير عليه وكان يتوقع انه كان ممكن يعمل نجاحات مع النادي الاهلي. اتكلم كمان على فريق اليد وانه حزين على يعني فريق اليد النتائج، وده امر بيحزن مجلس الاداره بالكامل، عشان كده ابتدى في عمليه الاصلاح، قال كان السله برضه فيها مشاكل عالجناها والحمد لله بقى فيها طفره، اليد ان شاء الله بناخد خطوه فيها خلال الفتره القادمه والامور هتبقى يعني احسن واحسن الفتره القادمه. اخيرا لازم برضه نهني النادي الاهلي، يعني فريق سيدات الطايره فازوا بكاس مصر، يعني كابتن محمود الخطيب كان متواجد وحرص على تهنئه لاعبات الفريق الاول لكره الطايره، فازوا بكاس مصر يعني الف مليون مبروك. الكابتن محمود الخطيب كان موجود ويعني اعتقد كان تتويج كويس، نهلا سامح كابتن الفريق للسعداء بالتتويج، يعني كابتن حمدي الصافي قال برضه التتويج بالكاس استعداد للبطوله الافريقيه، ف يعني بنبارك للنادي الاهلي فريق السيدات الطايره تتويج بكاس مصر بعد الفوز على الصيد 3-1. شكرا جزيلا يا ابو حميد. بشكرك يا استاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا. ومبروك للنادي الاهلي طبعا، فوز مستحق على الصيد 3-1 في حضور الكابتن محمود الخطيب.